الشير بيرسون بتوع الاستاذ الدكتور مجاهد ابو المجد الاستاذ الدكتور وائل فراج. استاذي اتمنى المحاضره بتاع النهارده ان شاء الله تكون انترستنج لكم. احنا هنتكلم على حاجه اسمها الكرونيك بنكرياتيتس، وطبعا حضراتكم البنكرياس هو جزء اسينشال بالنسبه للدايبتولوجيست، وكمان اسينشال عندنا احنا كمان في الجاسترونترولوجي. هناخد فكره بسيطه كده عن الكرونيك بنكرياتيتس. احنا لينا ايه طبعا في موضوع الكرونيك بنكرياتيتس؟ حضراتكم زي ما انتم عارفين البنكرياس اسينشال اورجان له اكسوكراين واندوكراين فانكشن. الاندوكراين فانكشن طبعا حضراتكم عارفين الدايابيتس والمشاكل اللي بتحصل منه، وده الجزء الرئيسي بتاعكم في المؤتمر. طيب النهارده احنا جايين نتكلم، انا كجاسترونترولوجي هتكلم عن ايه؟ هل الكرونيك بنكرياتيتس بس؟ طيب الرول بتاعه من ناحيه الجاسترونترولوجي ايه؟ وازاي هنوصل للتشخيص بتاعه؟ الديفينيشن بتاع الكرونيك بنكرياتيتس it is inflammation, fibrosis and loss of acinar and islet cells which can manifest abdominal pain and malnutrition and exocrine and endocrine insufficiency. تايجر او ديت كلاسيفيكيشن محطوطه عشان نعرف بيها الكوزز الفاكتورز اللي بتسبب الكرونيك بنكرياتيتس. زي ما احنا شايفين كده من اهم الاسباب توكسيك والميتابوليك كوزز، واهمها الكحول والتوبيكو سموكينج. ايديوباثيك ودي ايرلي اونست، وبتبقى في بعض الحالات نلاقي عينيا ان عنده كرونيك بنكرياتيس ومش معروف السبب. جينيتك فاكتور وده مهم جدا في الاطفال. ثلاثه الاوتو اميون ديس اوردر، ودي حته برضو احنا بنغفلها كثيرا لان احنا ما بنبصش على الاوتو اميون ديس اوردر ان جنرال، لكن جزء منها الكرونيك بنكرياتيتس. البري كورنت اند سيفير اكيوت بنكرياتيتس از وان اوف ذا كوزز اوف كرونيك بنكرياتيتس. العين اللي بيحصل له اكيوت بنكرياتيتس هل ممكن بعد كده يتحول لكرونيك بنكرياتيتس؟ والابستراكتيف كوزيس وديت هي اللي موست كومنلي معروفه بالنسبه لكم وكمان بالنسبه لنا احنا كمان في الجاسترونترولوجي. الافكت في الاخر خالص هيوصل لكرونيك بنكرياتيتس. ده سندروم اسوشيتد ويز كلينيكال فيتشرز اوف ابدومينال بين اكسكراين اند اندوكراين انسفشنسي سكندري بنكرياتيك كانسر اند اذر كومبليكيشن. هل احنا عارفين ان الكرونيك بنكرياتيتس بيؤدي لابدومينال بين؟ كل عيان جاي بإبيجستريك بين او هايبوكوندريال بين، هل هو فقط مجرد ممكن يكون جاستريك ولا ممكن يكون كمان بنكرياتيك؟ الفينيشال فيرست ابيزود دايما في تو ثيريز في حكايه الكرونيك بنكرياتيتس. اول واحده اللي هي الاكيوت بنكرياتيتس، العيان بيتعرض لاكيوت بنكرياتيتس دي الفيرست هيت اللي بتعمل سايتوكاين انفلاميشن، وبالتالي بتؤدي الى استمراريه الانفلاميشن والريكرنت اتاكس، يوم العيان يخش في كرونيك بنكرياتيتس. وفي المالتي هيت سيري اللي احنا كنا شايفينها من شويه في التايجر او كلاسيفيكيشن اللي هي الاوكسيديتيف ستريس والتوكسيك والنكروزيس والفايبروزيس، ودي مالتيبل هيتس بتؤدي الى في الاخر الى كرونيك بنكرياتيتس. لازم نعرف اوفر اول ابروكسيميتلي 20% اوف ذا بيشنت ويز اكيوت بنكرياتيتس هاف ا ريكرنس اند 36% اوف ريكرنت اكيوت بنكرياتيتس اند كان جو to develop chronic pancreatitis. The CB has found to be associated with nearly 50% mortality rate في خلال 20 من 5 ل 25 سنة. يعني العيان اللي بيتعرض لكرونيك بانكرياتيتس by the time will develop another problems due to factors including the infection وال malnutrition وال complication of recurrent pancreatitis. Additionally, CB is the strongest identified risk factor for the pancreatic cancer. ونلاحظ انها بتزيد 13.3 فولد. العيان اللي عنده كرونيك بنكرياتيتس ويل ديفلوب كانسر بنكرياس. موروفر فان البيشنت ويز بوث السي بي والديابيتس هاز 33 فولد، يعني مجرد ما ضفنا ان العيان جاله ديابيتس على التوب اوف كرونيك بنكرياتيتس الكانسر بنكرياس زاد. In contrast to the acute pancreatitis, there are no globally accepted or frequently used clinical classification. مشكلتنا في الكرونيك بنكرياتيتس ان الكلاسيفيكيشنز الكلينيكال مش واضحه. الاكيوت في عندنا حاجه اسمها رانسون كلاسيفيكيشن وباي ساب كلاسيفيكيشن، وديت كلينيكال كلاسيفيكيشن بمعنى العيان وهو موجود وعنده في غرفه الاستقبال او في المستشفى في الهوسبيتاليزيشن تعمل اسيسمنت للكلينيكال سيتويشن بتاعه وتقول ده اكيوت بنكرياتيتس مايلد ومودريت وسيفير. طب مشكلتنا في الكرونيك بنكرياتيتس ات از فيري ديفيكالت ان انت بالكلينيكال بريزنتيشن تقول العيان ده وضعه ايه. لكن في حاجتين اتظهروا، كامبريدج كلاسيفيكيشن اند روزمنت كلاسيفيكيشن. كامبريدج ديت اعتمدت على الاي ار سي بي، ان احنا بنعمل واحنا بنشتغل دايجنوستيك اي ار سي بي، وطبعا الكلام ده هيستوريكال نقدر نقسم ونشوف الكلاسيفيكيشن بتاعته ونقول انها مايلد ومودريت وسيفير. وظهرت ليتر اون الروزمنت كلاسيفيكيشن وهي الموست اكسبتد ناو، ودي عن طريق الاي او اس
نبص كده عليها. الكامبريدج كلاسيفيكيشن استابليش اند ديسكريت ذا كاتيجوريز اوف سيفيريتي بيزد على المورفولوجيكال تشينجز، وطبعا معتمده على الايه كمبيوتر توموجرافي فور وايدر ابلكيشن. بعد كده الروزمنت كرايتيريا ديت اللي هي الايه ديت الكامبريدج كلاسيفيكيشن، بنشوف فيها الجريد بتاعنا اكوردنج للضغط. طبعا الكلام ده مكتوب او معمول على حساب الاي ار سي بي. طبعا الدياجنوستيك اي ار سي بي واشتغلنا عليه اختفى تماما. طيب روزمنت كرايتيريا، لا دي بالاندوسكوبيك الترا ساوند، واعتملوا على البرانكيمال والدكتال كرايتيريا عشان يشخصوا بيها اللي عنده كرونيك بانكرياتايتس. دي الروزمنت كرايتيريا. فقال لك ان الكرونيك بانكرياتايتس يا اما خلاص كرونيك بانكرياتايتس ويل استابليشد، يا سجستيف اوف كرونيك بانكرياتايتس، يا انديترمايند، يا نورمال، معتمد على ان احنا بنجمع الميجر والماينور كرايتيريا. ده يقودنا مره اخرى ان الكرونيك بانكرياتايتس نو كلينيكال كلاسيفيكيشن، الكلاسيفيكيشن معتمد على الايمجينج فيتشرز، وده هيشوف هنشوفه الدياجنوز بيزد على كومباينيشن اوف كلينيكال وريسك فاكتور وايمجينج اندسكوب اند بانكرياتيك فانكشن تيست. اللي تشالنج اوف دياجنوزيس اوف ايرلي سي بي دي تو لاك اوف سنسيتيف بلاد تيست وايمجينج فانكشنال بايو ماركرز. البايوكيميكال تيست اللي موجوده حاليا نوت استابليشد، زي تيومر جروث فاكتور بي، الماتريكس ميتالوبروتيز، التي ان اف الفا، السوليبل فراكت الكالاين، والانترلوكين 22. طبعا كلها حاجات اندر ريسيرش. البنكرياتيك فانكشن تيست من الحاجات المهمه قوي الفيكال كيمو تريبسين والاستيز، الفيكال الاستيز اند السيروم تريبسينوجين. ولكن طبعا يمكن الغالبيه من العظمى من سواء من الجاسترونتجيست او الاندوكرينولوجيست ما بيستعملوش الحاجات دي. ايمجينج اوف سي بي، وهي ديت اهم خطوه في تشخيص السي بي. السي بي عندنا مشكلتين، الايرلي والليت. الايرلي سي بي ديفيكلت تو دايجنوز حتى بالايمجينج تكنيكس اكسبت بالاندوسكوبيك الترا ساوند. طيب الليت بيحصل فيه بعض اللي تشينجز اللي ممكن نشوفها بالالترا ساوند، بالسي تي، بالام ار اي. طبعا الباثوجنوميك كلاسيفيكيشن او باثوجنوميك فيتشر بتاعه السي في بي، السي بي اللي هي الكالسيفيكيشنز اوف ذا داكت. هنعدي الجزء ده ونوصل للاي او اس. الاي او اس از موداليتي اوف ذا تشويس تو دايجنوز الايرلي مورفولوجيكال تشينجز اوف سي بي. وبالتالي اللي عاوز يشخص حاله كرونيك بانكرياتايتس، عيان عنده ابدومينال بين كاركترستيك اوف ايبيجاستريم not relieved by other measures، نفكر في الكرونيك بانكرياتيتس. لما نفكر فيها نطلب الاندوسكوبيك الترا ساوند as a modality of choice. وده كان ديتكت المايلد برينكيمال اند داكتال تشينجز، وفيها 9 كرايتيريا، 4 فور برينكيمال فيتشرز اند 5 فور ذا داكتال فيتشرز، وبنجمعهم 3 ل 4 كرايتيريا ار دايجنوستيك فور سي بي. الـ US offer high resolution real-time imaging of the GIT as well as the surrounding structure. احنا هنتكلم شوية عن الـ EOS لسبب. الـ EOS مهم جداً جداً في الـ detection of the pancreatic and the biliary. طب ده أهميته إيه؟ زي ما احنا شايفين في الجنب هنا دي الجول بلادر مليانة gravels and stones. طب ده له أهمية معنا في الـ chronic pancreatitis. واحدة من الـ most common causes of chronic pancreatitis is gall bladder disease. الجول بلادر ديسيز ار ريليتيفلي فريكوينت وذ كومنست ديسيز كلوديكولايسيسز انفولفينج 10 ل 15% من البوبيوليشن. ناس كتير عندها كلوديكولايسيسز ومش عارفه. البيلياري سلادج ده ايه؟ ده ماده ايكوجينيك موجوده جوه الجول بلادر ريليتد تو ذا وول، ولكنها ما بتديش شادو. طيب المايكرولايسيسز سمول جول بلادر ستونز، السمول جول بلادر ستونز اقل من 3 ملم which cannot be seen by the ultrasound. الاثنين دول واحده من اسباب الكرونيك بانكرياتايتس باي ذا تايم. نبص على المنظر ده. ونرجع لها تاني. زي ما احنا شايفين هنا. ايه اللينك ما بين التو ايمجز ديت؟ دي الجول بلادر وده البنكرياس. المنظر ده بتاع الاندوسكوبيك الترا ساوند. طيب هل المنظر ده نقدر نشوفه في الالترا ساوند او السي تي او الام ار اي؟ مش هنعرف نشوفه. زي ما احنا شايفين الجول برادر وول ثيكنس عامل ازاي؟ رقم اتنين المنظر بتاع البنكرياس والبنكرياتيك داكت، دي بنكرياتيتس. طب نشوف الاي او اس في الجول برادر بيبين لنا ايه؟ بيبين لنا هنا حاجه اسمها السلادج. طب والثيكنس اوف ذا وول؟ طيب ولو هي جرافلز بالمنظر ده عمرها ما تبان بالايه؟ بالالترا ساوند ولا السي تي. يبقى احنا عندنا الاندوسكوبيك الترا ساوند سنسيتيفيتي وسبيسيفيستي for the gold bladder gravels, for the gold bladder wall thickness, for the chronic pancreatitis early and late,
is highly specific and diagnostic. الاي او اس كمان زي ما احنا قلنا بنشوف البنكرياس وبنشوف الجول برادر. طب البنكرياس mild to moderate chronic pancreatitis according to the Rosemont criteria اللي احنا قلنا فيها بنشوف البارينكيما وبنشوف الداكت. الاثنين دول نقدر نشوفهم بالاي او اس very clearly and early. نبص على المنظر ده كده، ديت الضغط بتاعتنا هي الريجولار. طب والثيكنس ده سولت اند بيبر ابييرنس بتاع البنكرياس العادي؟ لا بيبقى اكزاجيريتد. الثيكنس ده والهاني كومب ابييرنس ده اهو اللي هنشوفه كمان في صوره اوضح منها شويه، اللي هو ده الهاني كومب ابييرنس ده يدينا فكره ان العيان ده وصل لكرونيك بنكرياتيتس مودريت تو سيفير. نقطه مهمه جدا بعد انتهائنا من قصه الجول برادر والبنكرياتيك وبيلياري والكرونيك بنكرياتيتس، وات از ذا افكت اوف ذس بروبلم؟ الافكت حاجه اسمها اكسوكراين بنكرياتيك انسفيشنسي. يمكن حضراتكم عارفين الاندوكراين انسفيشنسي هتؤدي الى البيتا سيل ديستراكشن، وبالتالي العيان هيخش في مشاكل ومن ضمنها الدايبيتس. طب في حاجه تانية تخصنا احنا في الجهاز الهضمي او في الجاسترونترولوجي، اكسوكراين بنكرياتيك انسفيشنسي. ات ريفيرز تو انديوسينج ريديوسينج البنكرياتيك انزيم اكتيفيتي ان ذا انتستينال هيومن بلوس ثريشولد فور دايجستيف فانكشن. لما الدايجستيف فانكشن تقل والبنكرياتيك اكسوكراين انسفيشنسي تظهر، العيان هنا بيبقى مال نيوتريشن، وبالتالي يجي لنا بحاله المال نيوتريشن باسبابها المختلفه. طيب من ضمن الاسباب الاكسوكراين بنكرياتيك، المشكله انها لو ايرلي مش هتبان، محتاجه ان العيان يوصل للليت ستيج عشان نوصل لمرحله اكسوكراين بنكرياتيك انسفيشنسي كامله. طبعا البرنسيبال كوزس عندنا رقم واحد الكرونيك بنكرياتيتس زي ما احنا قلنا شويه من شويه في الاطفال في الكبار، والسيستيك فايبروزيس in the children، وفي other causes زي ما احنا شايفين، لكن السببين الرئيسيين منهم واحدة الكرونيك بانكرياتيتس. هنتكلم على بعض الداتا كده. الـ ABI is prevalent in about 60-90% of the patient diagnosed with chronic pancreatitis في خلال 10-12 سنة. يعني العين مجرد ما بيديفلوب كرونيك بانكرياتيتس هيدخل later on في exocrine pancreatic insufficiency. رقم 2 من كل 100,000 حالة، في 42-73 حالة في United States، والعدد ده بيزيد في الهند، بيحصل لهم بنكرياتيك disorder أو بنكرياتيك insufficiency في الكرونيك بنكرياتيتس. Another study في العينين اللي حصل لهم acute بنكرياتيتس، العدد 62% بيديفلوب exocrine pancreatic insufficiency، and by the time بيقل شوية نتيجة improvement of the general condition بتاع acute بنكرياتيتس. لكن الريسك of EBI induced patient was higher when the alcohol is accused. لما يكون على الآن alcoholic pancreatitis يبقى هنا الريسك هيزيد أكتر بتاع الإكسوكراين بانكرياتيك إنسفيشنس. الريسك of EBI was doubled in severe compared to the mild acute pancreatitis. عشان كده مهم قوي إن العيان وهو في الأول في الأدميشن نحدد ده acute pancreatitis severe ولا mild. ليه؟ لأن later on هيدفلوب إكسوكراين بانكرياتيك إنسفيشنس وهيدفلوب chronic pancreatitis. The prevalence of EBI among diabetic patient is low and usually mild to moderate. لكن في another study showed that in type 1 diabetes 10-30% had severe, 22% 5-56% has a moderate EBI. العيان لما يكون عنده diabetes، لا the development of exocrine pancreatic insufficiency ممكن يبقى اكتر. ديت الجوريزم هيوضح لنا ازاي ان احنا بنقول EBI. اهم كلمه في الالجوريزم ده من وجهه نظرنا كلمه كلينيكال سسبشن، لان حضرتك لو ما عندكش كلينيكال سسبشن اوف اكسوكراين بانكرياتيك انسفيشنسي الالجوريزم ده كله ملوش لازمه. لو انت مش حاطط البوسيبيليتي ان العيان ده دخل في EBI نتيجه اكيوت بانكرياتيتس، ريكورنت اكيوت بانكرياتيتس، كرونيك بانكرياتيتس، ده بالنسبه للسي بي، لكن في انذر كوز زي ما احنا قلنا العيان ده مش هتعمل الالجوريزم. طب لو انت سسبكت تعمل ايه؟ ايفالويشن اوف ذا سيرم نيوتريشنال ماركرز اند فيكال الاستيز. الفيكال الاستيز ده طلع اقل من 15 يبقى هاي بروبابيليتي اوف اي بي اي. طب لو طلع من 15 ل 200، لا تفكر بقى في الايه، في الروزمنت كريتيريا تاني اللي هي الاي او اس، تقوم تشوف ان كان فيها كالسيفيكيشن اور دايليتيشن، يس دخلت انها هاي بروبابيليتي. طب لو ما فيهاش بالروزمنت كريتيريا بقت نو. لو الفيكال الاستيز اكتر من 200 اند نورمال نيوتريشنال بانل، لو بروبابيليتي اوف اي بي اي. وبيقول لك لما تلاقي لو بروبابيليتي ديت وانك انت الشك بتاعك طلع مش في محله، ارجع اعمل ري ايفالويشن تاني للحاله كلها. مهم جدا ان احنا نعرف ان الاكسوكراين بانكرياتيك انسفيشنسي زي ما حضراتكم بتدوا انسولين، احنا دلوقتي عاد عندنا حاجه مش موجوده في مصر قوي لكن ان شاء الله هتنزل قريب، اللي هي البيرت. البيرت ده عباره عن اللايبيز، وده بنحتاج من 25,000 ل 50,000 يونت
لكل ميل اف سبتم اوبتيمال افكت. لو احنا ادينا البيرت اللي هو البنكرياتيك ريبليسمنت ثيرابي وما جابش ريسبونس زود معاه هنزود معاه البي بي اي او نزود الدوز بتاعه البيرت. طبعا مهم جدا ان احنا اللايف ستايل بتاعنا تتغير، الكحول ابستيننس والسموكينج، لان السموكينج ده واحده من الفيري امبورتنت كوزز اوف كرونيك بنكرياتيتس. الدايت على عكس اللي احنا متصورينه، لا، سمول فريكوينت ميلز اند نورمال فات انتيك، مش بنقلل الفات. العين اللي هو دخل في كرونيك بنكرياتيتس وبعد كده اكسكرون بنكرياتيك انسفيشنسي، ما بنمنعش الفات. وطبعا ما ننساش ندي الفات سوليبل فيتامينز. رقم 3 فور فولو اب اند ثانك يو.